وصفة نوى التمر من أحلى الوصفات للشعر. هي طبعا الوصفة ديت أصلا اتعملت علشان الرموش والحواجب، بس طبعا ممكن جدا نستخدمها للشعر عادي. طيب أنا هنا زي ما انتوا شايفين كده محوشة شوية نوى تمر، بقى ايه من البلح بتاع رمضان. نوى تمر أي نوع، أي نوع نوى تمر عندك هتقدري تستخدميه. هتاخدي بقى نوى التمر دوت وهتعملي فيه ايه؟ هتحمصيه بالشكل ده، شايفين كده اللون ده؟ يعني مش بتحرقيه، انت تقدري تحطيه في ورق الومنيوم. هتحطي نوى التمر ده، هتحطيه في ورق الومنيوم، وبعد ما تحطيه في ورق الومنيوم تحطيه على النار لحد ما ياخد اللون البني ده. مش عايزين نحرقه، احنا عايزينه يبقى لونه بني غامق بالشكل ده. نوى التمر طبعا ليه فوائد كتير جدا جدا. لو رحتي عند اي عطار تقولي له انا عايزه نوى تمر مطحون هيديهولك ممكن جاهز، وما تعمليش الدوشه دي كلها. بيتجاب جاهز كده، بيبقى شبه البن والقهوه. على فكره هو بيتشرب، يعني حلو للكلى وللكبد، كمان بيعلي الحرق. يعني انت لو عايزه تخسي تقدري تعملي نوى التمر المطحون دوت تشربيه فعلا زي القهوه، تمام؟ فهو مفيد جدا للجسم، بيخرج منه السموم وكده، فهو ممتاز. مش بس حاجه موضعيه، احنا النهارده هنستخدمه موضعي، انما انت تقدري تشربيه عادي. اشربوه وحطوا منه اصلا على القهوه، حطوا انتوا على القهوه منه واشربوه، فبجد روعه. احنا بعد ما حمصناه بالشكل ده هتعملي ايه بقى؟ هتطحنيه. هتطحني نوى التمر، هتطحنيه في مطحنة القهوة، أو تقدري تطحنيه في مطحنة التوابل عادي. يعني تطحنيه في مطحنة التوابل هيديكي بقى ايه شكل البني كده، بيبقى الشكل ده بودرة، بيبقى بودرة بالشكل ده. طحنيه ناعم قوي، ناعم قوي، عشان احنا هنستخدمه طبعا في شعرنا، فانت محتاجاه يدوب عشان يدوب في الزيت كويس. وصفة نوى التمر والقرنفل دي تقدري تستخدميها زي ما بقول لكم كده لحواجبكم ولرموشكم. للرموش طبعا انت مش هتحطي عليها زيت سمسم زي ما هنعملها النهارده، رموش هتحطي عليها زيت زيتون وزيت خروع. تقدري تعمليها للرموش كده، تحطي عليها معلقتين، هتستخدمي بودرة نوى التمر، هتستخدمي معلقة، وهتحطي عليها معلقتين زيت زيتون ومعلقة واحدة زيت خروع، وتخلطيهم كويس قوي مع بعض. تستخدمي مسكرة قديمة كده تكون عندك نظيفة طبعا، وتستخدميها وتستخدميها على رموشك. هتستخدميها لرموشك هتطول الرموش جدا، تستخدميها لحواجبك هتكثف حواجبك. فنوى التمر من احسن الحاجات والمكونات اللي بتغذي الشعر جدا وبتنبت الفراغات عندك. لو عندك فراغات في حواجبك نوى التمر هيصلحها كلها. تيجي الوصفة زي ما قلت لكم، نوى التمر يعني بتكوني حوشتي حبة كده، ما ترميهوش، ده ممتاز. بعد كده هتحمصيه في طاسة على النار، هتحمصي نوى التمر ده، هتحمصيه بالشكل ده، ما تغمقيهوش قوي، انا عايزاه لونه بني. هتعمليه لونه بني بالشكل ده. بعد كده تاخديه ممكن تدقيه بالهون، لو ما عندكيش مطحنه تدقيه بالهون، او تستخدمي مطحنه التوابل بتاعتك اللي بتعملي فيها الفلفل والحاجات ديت، او تستخدمي لو عندك مطحنه قهوه مطحنه. هنستخدم معانا كمان القرنفل. القرنفل طبعا ممتاز للشعر، في ماده اسمها الاوجينول، الماده ديت بتغذي بصيلات الشعر وبتقضي اصلا على الثعلبه وعلى الصلع الوراثي. يعني القرنفل ممتاز، بس طبعا بنستخدمه بكميات صغيره، لان القرنفل حامي جدا على الشعر، ممكن يعني ممكن يسبب نتيجه عكسيه لو استخدمتيه بكثره. بشوف بنات بتيجي تعمل الوصفات بتاعت الشعر ممكن تحط معلقتين ثلاثه من القرنفل في الوصفه، ده غلط. طيب النهارده هنستخدم زيت ايه؟ السمسم. زيت السمسم من الزيوت الباردة اللي نقدر نستخدمها جدا في أي وصفة، تستخدميها بالكمية اللي انت عاوزاها. ده زيت بارد برضه، زيت السمسم. هنعمل ايه؟ نجيبي برطمان زي ده كده، برطمان يكون نضيف بالشكل ده اهو. ممكن تستخدمي حتى زيت الذرة، زيت الذرة تقدري تضيفيه. زيت الذرة يا جماعة برضه زيت بارد ونقدر نستخدمه عادي جدا في الوصفات. خلاص يبقى انا دلوقتي جبت ايه؟ جبت 50 مللي من زيت الزيتون او زيت السمسم اللي تحبيه، زيت جنين القمح، زيت بذور العنب. هنضيف عليهم 3 معالق اهو، 3 معالق من مطحون نوى التمر، 3 معالق من مطحون نوى التمر.
على الزيت، هضيف عليه 3 معالق من مطحون نوى التمر. اعملوا مطحون نوى التمر وخلوه عندكم على طول لانه مفيد جدا، يعني بجد هيعجبك قوي قوي قوي. انا بضيفه دلوقتي على الزيت، هرفع لكم البرطمان اهو. ضفت 3 معالق من مطحون نوى التمر، هوريكم دلوقتي اهو بالشكل ده، شايفين؟ حطيت على زيت السمسم 50 ملي من زيت السمسم او زيت الزيتون او زيت جنين القمح او زيت بذور العنب، اي زيت من الزيوت البارده. حطيت عليه 3 معالق من ايه؟ من مطحون نوى التمر المحمص اهو، شايفين يا بنات؟ بس كده لا، هضيف كمان اضافه هتخلي بجد الزيت ده روعه، اللي هي الاضافه دي زي ما قلت لكم قرنفل. القرنفل هاخد القرنفل برضو، تقدري تشتريه مطحون برضو، مطحون من عند العطار. انا برضو هاخد معلقه تانية، هاخد نص معلقه من مطحون القرنفل اهو، من غير ما يتحمص ولا اي حاجه، القرنفل اهو. هحط نص معلقه من مطحون القرنفل على الزيت ونوى التمر اهو بالشكل ده، وهقلب. بصوا شكله، بصوا لونه عامل ازاي، شايفه لونه عامل ازاي؟ روعه روعه. الزيت ده يعني في خلال شهر واحد هينبت لك الفراغات وهيطول شعرك في خلال شهر واحد. هتقلبي كويس قوي بالشكل ده كده، وبعد كده بعد ما قلبتي هتغطي البرطمان، هتغطيه. عندك بقى حل من الاثنين، اما انك تاخدي البرطمان ده زي ما هو كده وتجيبي كاسروله او حله او اي حاجه تحطي فيها 200 ملي من الميه وتقومي غليها على النار، بعد ما تغليها بتحطي فيها البرطمان. او الحل الثاني بقى اللي انا شخصيا بفضله برده، لو مش مستعجله هتاخدي البرطمان ده وتلفيه بورق الومنيوم، وبعد ما تلفيه بورق الومنيوم هتقومي شايلاه في مكان ضلمه، هو اصلا ما دام اتغطى بورق الومنيوم خلاص مش هيوصله ضوء، وتشيليه في مكان بقى كده يكون مثلا في ظرف في المطبخ او مكان مقفول، تشيليه فيه لمده شهر. شهر الزيت هيتخمر، انت خايفه عليه بقى ان هو يتزرنخ، هتقومي عامله ايه؟ مجايبه كبسوله من فيتامين اي، كبسوله واحده من فيتامين اي تركيز 1000، دي ماده حافظه. غير اصلا ان فيتامين اي تركيز 1000 دوت مضاد اكسده، يعني بيمنع الشيب وبيأخره، يعني بيخلي جذور الشعر تبقى صحيه اكتر وشباب اكتر. هناخد كبسوله واحده بس منه، وتعمليها كده بدبوسه ولا اي حاجه وتقومي حطاها على الخلطه اللي احنا عملناها ده. انت مستعجله وعايزه تستخدميه النهارده، على طول، الوصفه ديت روعه. شهر واحد بنستخدمها، شهر واحد بالظبط وشعرك هيطول، الفراغات هتتملي بالشعر. واكتبوا لي يعني اي حد يجربها بعد شهر يكتب لي كومنت ويقول لي النتيجه ايه، عشان بجد انا واثقه في النتيجه جدا. هتنبت شعرك بشكل مش معقول، هتكثفه. غير ان هي كمان الشعر زي ما قلت لكم مجرد ما بقى صحي واتحلت مشاكله شعرك هيختلف تماما، سمك الشعرية نفسه بيزيد سبحان الله. يبقى انت يا اما هتعملي له حمام مريم، يا اما هتعملي له حمام مريم اللي هو انك تغلي ميه وتحطي البرطمان، بيتحط نص ساعه عشان انا برده ما قلتش، بيتحط لمده نص ساعه في الميه المغليه، تفضل تغلي لمده نص ساعه. طبعا تاكدي ان البرطمان اللي انت بتستخدميه، اقول لكم كده استخدموا برطمان يكون قوي شويه علشان مع السخونيه يعني ما يحصلوش حاجه في الميه السخنه.